قبائل سورية، ونرحب بمكونات المجتمع المدني الموجودين كنقابات وتجمعات أخرى. متذكرا من هو عبدالله أوجلان ورئيب من عبدالله أوجلان ومن هو جميل بايك. هنا اليوم ندعونا إلى لقاء تشاوري مع القوى والأحزاب السياسية الوطنية السورية والشخصيات الوطنية السورية لنقف عند حدث ستقوم به ميليشيات قسد وميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابي في شمال شرق سوريا لإجراء انتخابات محلية لكي تشرعن وجودها على الأراضي السورية، على جزء من الأراضي السورية التي قامت باحتلالها بدعم من قوى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. نحن هنا موجودين الآن لنستنكر ونرفض بشدة هذه الدعوة لإجراء انتخابات محلية لكي وهي تقوم بها هذه الميليشيات الإرهابية. تطالب القوى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتدخل فورا لإيقاف هذا المشروع الخبيث والخطير، خصوصا وأنه يخالف بشكل واضح وصريح كافة القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا. وهذه النشاطات اجى كرد فعل حول المبادرة او العمل اللاشرعي اللي يقوم فيه منظمة الفيادي، اللي هو جزء حقيقة من منظمة PKK الموجودة على لائحة الإرهاب الدولية. فبالتالي هذا المشروع يهدد وحدة سوريا، وهناك عبث بالجغرافيا السورية الوطنية والعبث بالنسيج الوطني السوري. فبالتالي نحن كغيرنا من جميع القوى الثورة والمعارضة سواء في الداخل أو في الخارج نقف صفا واحدا. القوى الكردية حتى بالحوار الكردي نحن يسمى قطع جزء من سوريا وكتابة السورية. ضرورة إعلان التعبئة السياسية والاجتماعية والإعلامية. العربية موجودة في دمشق كانت، ولم يستشر السوريين الدول العربية أو الدول الإقليمية أو المجتمع الدولي بقيام بثورة.